ايش وضعك ايش وضعك؟ انا مصلحه على صندوق حقت ناسحي، ماني جاهله مريضه دارين بها وكلهم يقول لك اشي بيتك وروحي، فانا اروح من لي كده؟ احنا شيوخ انا وزوجي يا جماعه، ما هو معنا شيء ولا معنا حتى ناكل زي الناس. الجوع والحرمان اشد خطرا من الحرب، هكذا ردت علينا احدى النازحات في مخيم النازحين بمدينه عدن، المخيم الذي يفتقد لابسط مقومات الحياه، فوجد النازحون انفسهم داخل هذا المخيم الذي لا توفر فيه سبل العيش الكريم، في الوقت الذي تزداد فيه عدد المنظمات الانسانيه الى اكثر من 1200 منظمه مختلفه، إلا أن هؤلاء النازحين لم يحظوا بأي دعم منها، وأضحوا يقاسون شطف العيش وقساوة الحياة. الله لا غير عليكم حال، اتفقوا في حنا وارحموا، احنا اخوانكم المسلمين. الله يفرج يمكم ان شاء الله، الله لا غير عليكم حال، انظروا لحنا، احنا مساكين ومشرد من بلادنا، مشرد من بيوت احنا، طابرين احنا مشتتين. ابو انت احنا خير فعل الخير. وتجملوا في عينيكم وبحنا الله يكرمكم في كل 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 لحظه وكل حين، والله دحنا عندكم كل شر وكل بلاء. النازحون الذين اضطروا لمغادره منازلهم بسبب الحرب يسكنون في مخيمات واكواخ من الخشب، ويفتقرون للخدمات الايوائيه ويعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفه، خاصه مع انتشار الامراض والاوبئه خلال موسم هطول الامطار مثل الحميات وغيرها من الامراض الموسميه. انا حقي شي خشبه واشي فرشه واشالي طراحه شي الدفوات يبردوا، واشالي لا في طباخه شطبخ لك للشاهي، اشالي لا في قال الرز ولا حاجه وجبتون. ويشكو النازحون من تجاهل الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الإنسانية لرفع المعاناة التي تزداد بسبب تزايد عدد النازحين في مخيم حوش درهم بدار سعد، والذين بلغ عددهم أكثر من 2000 فرد، الأمر الذي جعلهم بحاجة ماسة إلى مزيد من الخيام. نحن في المخيم نجد صعوبة كبيرة في معاناة الناس، نحاول التخفيف من معاناتهم إلا أنهم نعاني أكثر من السلات الغذائية، ونرفع الوحدات التنفيذية، وما نقدر نقول إلا أن الوحدات التنفيذية قد تكون تعمل اللي عليها، بس نتيجة الضغط على باقي المخيمات والتعداد السكاني ونسبة النزوع في تزايد، الناس تعاني كثيرا. نرجو من الجهات المختصة لفت النظر حول وضع الناس في المخيم وتخفيف معاناتهم. وتتواصل موجات النزوح من محافظة الحديدة منذ فشل جهود الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر 2018 بوقف إطلاق النار وخروج الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وموانئها. ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن عدد الذين نزحوا من الحديدة بين يوليو 2018 و15 يناير 2019 أكثر من 1 مليون شخص.